دلوقتي هنروح لنموذج مشرف للمرأة المصرية، وهي الدكتورة وفاء البي، أستاذ الأدب الإيطالي بجامعة حلوان، واللي حصلت على وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس بقرار من الرئيس الإيطالي، وتم تكريمها من جانب السفير الإيطالي بالقاهرة. هي معانا دلوقتي هاتفيا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. طيب، عايزين نعرف الناس ونوضح للناس تفاصيل الحصول على النجمة الإيطالية. هو حضرتك وسام من أقدم الأوسمة الإيطالية، وسام نجمة إيطاليا رتبة فارس، بيمنح للأجانب أو للإيطاليين اللي بيقيموا خارج الدولة الإيطالية وبيساهموا في نشر اللغة والثقافة الإيطالية في العالم. فطبعا هو بيمنح لحيثيات العمل الأكاديمي والنشاط العلمي والمؤتمرات والترجمة وتدعيم تدريس اللغة الإيطالية في جميع المراحل، سواء كان المرحلة الجامعية أو ما قبل الجامعية. عظيم. طيب يا فندم، يعني قعدتي قد ايه بتشتغلي علشان توصلي لهذا الوسام، وهل كنت تتوقعي اصلا الحصول على هذا الوسام ولا لا؟ هقول لحضرتك حاجه استاذه ادير. هو طبعا احنا لما بنبدا يعني انشطتنا، سواء يعني المسار الجامعي او مسار الترجمه او العمل على يعني تدعيم العمل في بناء يعني جسور ثقافيه بين حضارتين، يعني قنوات تواصل كبيرتين، يعني احنا بنتكلم على انا هتكلم عن مصر طبعا، الحضاره المصريه، لكن كمان بشكل عام الحضاره العربيه والحضاره الايطاليه. فحضرتك بتبداي العمل ويعني بتستمري فيه، وبعدين تتوقفي في لحظه لما بيجي التكريم، فيعني تبص كده حواليك فتلاقي يعني انك انت انجزتي انجاز تفخري بيه. العمل ده طبعا بقى من يعني ممكن نقدر نقول الواحد بيبدا يشتغل من اول ما يتخرج من الكليه، ومن اول ما يبدا ياخد المسار الاكاديمي بكل بقى درجاته المختلفه لغايه لما يبقى استاذ ويستمر في العمل بعد الاستاذيه، ويعني يبقى نشاطه بقى متفرع ومتنوع ويخرج بره حدود الجامعه وينطلق بقى في كل مجالات الثقافه. عظيم. دكتوره وفاء، عايز اسال حضرتك سؤال، اشمعنى الايطالي؟ يعني ليه حضرتك اخترت اللغه دي؟ والله بقى هو حضرتك انا درسته اصلا قبل الجامعه، يعني كنت بدرسه في المرحله الثانويه، وبعدين دخلت كليه الالسن وتخصصت في اللغه الايطاليه. فطبعا في جانب كبير يعني اختيار ما بيعتمدش عليك انت شخصيا، زي ما يكون كده يعني في توجيه يعني لحد ما، يعني ده قدرك يعني توجيه غير مباشر. لكن بعد كده بقى المحبه اللي انت بتكتسبها تجاه اللغه والعمل اللي انت بتشتغله فيها جانب كبير بقى شخصي، جانب كبير منك انت ومحبتك تجاه اللغه ومحبتك للعمل في انشطه الثقافه ومجالات المختلفه زي الترجمه. طبعا ده بقى في اتجاهات كتيره راجع ليك انت بشخصك وتكوينك واهتماماتك وخلافه. دكتور وفاء، ازاي من خلال هذه الاعمال نقدر نفتح قنوات تواصل جديده لو بنتكلم على المستوى السياحي على المستوى الاثري مع ايطاليا؟ والله انا اقول لحضرتك انا كنت لسه معاكي بتتكلمي عن اللقاح وفيروس كورونا، وده الموضوع الحالي بتاعنا، يعني في وسط يعني الزمن اللي بتسبيه فيه وباء او بتحصل فيه احداث استثنائيه، بنلاقي ان الثقافه مستمره ويمكن بتسندنا وتنقذنا. يعني في وقت يعني تتقطع فيه الجسور اللي هي مثلا السفر، جسور التلاقي المباشر، ان احنا نتقابل، ان احنا يعني نتفاعل بشكل مباشر، نلاقي الثقافة دايما بتبني الجسور دي سواء بشكل افتراضي او بشكل حقيقي. وبالتالي الجسور الثقافية يعني اقول مثلا بتخلي العالم ممكن، وبتخلي العالم طبعا الامكانية يعني ان احنا نتلاقى وان احنا نتقابل حتى لو في اي ظرف استثنائي ممكنة جدا، وبالتالي هو امر مهم. فاحنا بنتكلم بقى عن يعني ثقافتين وعن حضارتين اصلا في بينهم يعني جسور ثقافيه كتيره ومتعدده من قديم الازل، يعني تاريخيه من زمان جدا، واحنا بنلتقي مش بس ما بين ضفتين بالبحر المتوسط، لا ده في التقاء في يعني الميول الثقافيه، الطباع، الاهتمامات، يعني حاجات كتيرة جدا بتجمع ما بين الثقافتين. فحضرتك بتلاقي نفسك بتبدأي في يعني الصلات وفي الجسور وبتكملي وبتبقي سعيدة بده.
عظيم جدا. تأكيد. طيب حضرتك بتقولي انه يعني دراستك في البدايه قبل الجامعه درست الايطالي، لكن بعد فتره حبيت اللغه الايطاليه والنتيجه زي ما احنا شايفين تم تكريم حضرتك. عايز اعرف من حضرتك ازاي بتوجهي الطلبه بتوعك عشان يحذوا نفس حذوك، ياخدوا نفس الطريقه، ما تبقاش مجرد لغه بيدرسوها وخلاص وينجحوا ويتخرجوا وخلاص. والله دايما يعني انا بدعم الطلبة حتى بعد نهاية المرحلة الجامعية، يعني بتفضل دايما العلاقات، الأستاذ هو يعني بشكل أساسي عنده جانب إنساني كبير، مش بس مهنته تعليمية، يعني لا هو جانب إنساني، هو داعم للطلبة، هو موجود في حياتهم بشكل كبير، سواء كنموذج أو يعني يبقى ظاهر لو في أي مشكلة يساهم في حلها بسرعة. يعني ففكرة إن حضرتك توجههم بقى بتبقى عارف ميول الطلبة اللي موجودة قدامك إيه، بيهتم بالترجمة فحضرتك بتدعمه وبتشجعه، ممكن توجد له فرصة تفتح له طريق. اللي بيهتم مثلا قوي عنده مهارة إن هو بيجيد المحادثة أو شاطر في الحوار، حضرتك لا بتلاقي له فرصة تانية، فدي يعني إنك تسهل له بقى إنه يلاقي فرصة في حياته العملية، يحط رجله على أول الطريق وينطلق، ودي أعتقد حاجة الطلبة ما بينسوهاش أبدا. طبعا دكتور وفاء، بنتكلم عن يعني مجهود كبير جدا اتبذل علشان توصلي لهذا يعني الوسام، بنتكلم على 15 كتاب تقريبا مترجم من العربيه للايطاليه ومن الايطاليه للعربيه، وحضرتك شغاله يعني في الترجمه دي، كنت ايه الرساله اللي عايزه توصلي لها او ايه الهدف اللي كان قدامك علشان عايز توصلي له بهذا المجهود؟ بصي حضرتك بتعرفي مجموع الثقافة العربية بتفتحي باب كبير قوي على الثقافة الإيطالية، مش بس كده الثقافة الإيطالية تعتبر البوابة الذهبية للعبور لأوروبا، لأن أنا بتكلم على جنوب البحر المتوسط، الضفة الشمالية بالنسبة لي أنا البحر المتوسط لكنه جنوب أوروبا، ومنه تقدري تدخلي على الثقافة الأوروبية بشكل عام، وبالتالي حضرتك تاخدي القارئ العربي بتمسكي بايده كده وتدخليه عبر يعني هذه البوابه فيدخل الى الثقافه الايطاليه ومنها الى الثقافه الاوروبيه بكل تنوعاتها، وبالتالي كل كتاب في حقول طبعا معرفيه مختلفه، لان الترجمه مش بس ترجمه ادبيه لكن في حقول معرفيه مختلفه، كل كتاب بيشكل مدخل ل يعني طريق الثقافه الايطاليه والثقافه الاوروبيه، وحضرتك دايما في ذهنك وانت بتترجمي انك بتصطحبي القارئ في هذه الرحله، ان يعني وجودك يعني الحاضر الغائب، المترجم هو الحاضر الغائب، يعني هو حاضر بشكل ان هو بينقل هذه الثقافه بطريقه تخلي القارئ العربي يعني يشعر ان هي سهله بالنسبه له وسلسه ومرنه وان هو يقدر يوصلها بسهوله ويفهمها بسهوله، لكن في نفس الوقت هي بتحمل خصائص وخصائص الكاتب طبعا وخصائص الثقافه الايطاليه اللي هي كتبت بيها، فيعني هي يعني كل كتاب يا دكتور هل يعني ركزتي على قصص شهيره مثلا نعرفها احنا عن الادب الايطالي ولا العكس، يعني كتاب انطونيو الجميل، يعني اخترتي القصص على اساس ايه؟ الاختيار إلى حد كبير اختيار مؤسسي، يعني بيبقى مثلا لو جهة النشر هي جهة مصرية بيبقى في سياسة معينة في اختيار الأعمال اللي ستترجم، زي مثلا يعني أكثر الأعمال شهرة، كلاسيكيات الأدب الإيطالي، أعمال حديثة لكنها مؤثرة وتتناول الحضارة المصرية زي مثلا الغرفة العائمة، لأن القصة بتدور في مرحلة تاريخية بتجمع يعني بين إيطاليا ومصر، فبتبقى إلى حد ما هي سياسة مؤسسية، يعني سياسة المؤسسة اللي بتقوم بنشر العمل. عظيم. لكن الاختيار لو شخصي فأكيد بيكون الاتجاه لأولا فروع معرفة مختلفة، ثانيا لكاتب بينقل أو بيعبر بشكل أصيل ومهم عن الثقافة الإيطالية. بكل تأكيد دكتورة وفاء البيه بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وبنبارك لك بكل تأكيد على هذا الوسام.